إذا التاريخ، التاريخ هو أن إقليم الشاون هو إقليم كيتكون من قبائل غمارة اللي في عصر القبائل، قبيلة نحنا وقبيلة الخناس وقبيلة الغزاوة، نتمنى ما نكونش نسيت شي قبيلة أخرى. هادو هما قبائل مشكلة لإقليم شفشاون. هاد القبائل هادي عندها تاريخ عريق، تاريخ كبير، تاريخ ابتدا قبل دخول الإسلام، تاريخ مشى مع الفينيقيين ومع القرطاجيين وتبعوهم الرومان والبلدان البيزنطيين إلى فتح الإسلام. هاد القبائل هادي قبائل لها بصمات كبيرة في الفتح الإسلامي للأندلس. هاد القبائل هادي هاد التاريخ هذا ماشي أنا كنقولو، كيقولو كيقولا كتب التاريخ المتمثلة في حويات تاريخية، سواء ولا كتب جغرافية، كتب النوازل الفقهية المصنفة، المهم جل كتابات تاريخية كتشهد هادشي اللي كنقول. وننتقل إلى الفترة المقاومة، فترة المقاومة، لأن هذه القبائل هذه لعبت واحد الدور كبير في استقلال المغرب، وقدمت رجالات كبيرة، بالإضافة إلى أن القبائل هذه رجالات ديالها لهم تاريخ كبير، تاريخ عريق، كاين الكتب اللي كتكلم على هادشي. وان يكفي اننا نفتخر بان المغرب كما قلت الاستاذ نعيمه في الصباح، بان الطريقه الشاذليه اللي ماشيه اللي عندها صيت كبير في العالم الاسلامي، يعني المنبع ديالها هو هاد القبائل هذه. ابي الحسن الشاذلي انطلق من القبائل، من هذه القبائل، وضاعت طريقته وصيته في العالم الاسلامي. إضافة إلى أن حتى المتنورين من رجالات اللي عفوا شهدوا التاريخ كنوجدوا بعض الأسماء اللامعة، ويكفي أن أذكر ابن عرضون الذي عاش في القرن 16، ويعني الفتاوي ديالو تجاوزت ما قدمته مدونة الأسرة حاليا فيما يخص حقوق المرأة. إذن لماذا قدمت هاد المقدمة باش ننتقل